انا معلش هطلب منك انك انت ترجع لي اللوحة 9 على 26. 9 على 26. طيب انا هنتوقف هنا بين افتتاح المشروع ده وبين اللوحة دي. انت لو لاحظتوا ان الارقام اللي موجودة هنا على الخريطة، على اسف على اللوحة اللي قدامي، سواء كان في الدلتا او في توشكا او في وسط سيدا، بنتكلم تقريبا في 3.5 مليون فدان. ال 3.5 مليون فدان دول يساووا تقريبا برضو اقول تلت الارض الزراعيه اللي موجوده في مصر. تلت مش كده يا دكتور مصطفى؟ احنا بنتكلم في 8.5 9 صح، يعني ده تلت الاراضي. طيب انا عايز اقول للي بيسمعني دلوقتي، اللي احنا بنتكلم فيه ده مش بنتكلم في مشروع بسيط وطلباته من الميه او طلباته من الاسمده دكتور مصطفى هتبقى ضخمه جدا. انا مش بتكلم خالص على تجهيزه كمشروع، ده موضوع تاني خالص. لكن انا بقول للناس هنا تنتبه لحاجتين مهمين قوي. انت قلت التوسع الافقي والتوسع الراسي في الزراعه، ده التوسع الافقي اللي احنا بنعمله. طيب عشان نعمل ده عايزين نطمن على الميه اللي بتستخدم. وانا بقول للي بيسمعنا هنا، المشروع الاولاني والثالث اللي هو سينا والدلتا، احنا بنتكلم في اعاده معالجه مياه صرف زراعي بمحطات معالجه عملاقه، مش كده؟ حوالي 14 يعني. انا بتكلم بس للناس تسمع ده، لان الارقام اللي بتتعمل بيها المحطات ديت والمشاريع ديت ارقام كبيره قوي. لكن احنا ما عندناش خيار تاني. يعني لما نيجي نتكلم على ان حد مثلا نكتب عنوان صغير نقول ايه؟ التنميه الصناعيه يا دكتور مصطفى. لما انا كانسان اطرح الطرح ده اقول تنميه صناعيه او تنميه زراعيه، ده عنوان صغير ممكن اكتبه واقوله حتى في اي وقت. لكن عشان احققه وانفذه ده بياخد وقت وجهد وفلوس كتير قوي. مثال مش هخرج عن اللي احنا فيه، احنا لما جينا في مايو نفتتح مجمع الاسمده الفوسفاتيه، وده كان اول مره، كان كتير من الناس تقول كتير يعني يقول لك ايه انتوا ليه بتصدروا السماء الفوسفات ماده خام؟ عشان نعمل ده خدنا 3 سنين في المجمع الاولاني 9 مصانع، واحنا بنفتتح خدنا القرار بتاع الاسمده الازوتيه. بس خلي بالكم كان جزء من الموضوع ان احنا بقى عندنا غاز يا دكتور مصطفى نقدر نعمل بيه الكلام دوت. يعني كان وزير البترول النقاش معاه ساعتها هل لدينا غاز ممكن نعمل اسمده ازوتيه؟ مش كده؟ لما قال في الغاز اللي احنا ممكن نعمل بيه، مش كده طارق؟ طيب انا بقول الكلام ده لينا كلنا عشان تعرفوا ازاي الموضوع بيخرج للنور. طب لو ما عندناش الغاز هنعمله؟ يبقى هنستورد غاز ونعمل ودي موضوع تاني خالص. لكن احنا بنتكلم عشان نستخدم دايما، وبالمناسبه الغاز الطبيعي افضل استخدام ليه مش انك انت تبيعه كوقود، انك تبيعه عشان يخش في صناعه يعني قيمه مضافه اخرى. على كل حال يبقى احنا الاول بنتكلم على ان احنا لما خدنا القرار ده خدنا 4 سنين عشان نفتتح المصنع ده اللي هم ال6 مصانع دول. يبقى عشان في خلال 8 سنين مع الوضع في الاعتبار ان احنا مع الشركات اللي هي بتعتبر من افضل شركات الصناعه في العالم في المجالات اللي احنا بنتكلم فيها، خدت وكنا ضاغطين في التوقيت وكان جزء من التفاوض معاهم ان احنا ننجز المهمه في اسرع وقت ممكن. لان كتير من الناس يقولوا ايه انتوا ليه مش مهتمين بالصناعه؟ احنا عشان نهتم بالصناعه ونتحرك فيها هناخد وقت وجهد كبير قوي وتكلفه كبيره. مشروع زي اللي احنا بنتكلم فيه ده انت بتتكلم في غير ثمن الارض والمرافق اللي هي بتوصل لها، بتتكلم في 800 مليون دولار ولا انا مش واخد بالي؟ فالرقم كبير يا جماعه. عشان تعمل مصانع كثيره تقدر تحقق بيها اولا حاجاتك اللي انت عايزها ويتبقى جزء للتصدير، ده موضوع هياخد وقت. ولازم واحنا بنتكلم في النقطه ديت
ننتبه لحاجة مهمة قوي، ان احنا كان عندنا اولويات موجودة ازاي نوصل ان احنا نبقى يعني اقدر اقول ان انا اجي اعمل مصنع زي كده ما يكون عندي الطاقة الكهربية اللازمة. مش ممكن لو ما عنديش كهرباء، طب هعمله ازاي؟ طب لو ما عنديش الغاز برضه هعمله تاني ازاي؟ نرجع بقى تاني للتلاتة ونص مليون فدان. احنا بنسابق الزمن عشان دول يخشوا الخدمة في اسرع وقت ممكن. وانا الكلمة اللي هقولها للحكومة وهقولها للقوات المسلحة وهقولها لوزارة الداخلية وهقولها حتى للجامعات، من فضلكم اعملوا رحلات لطلبة المدارس والجامعات للمشاريع ديت اللي يمكن يعني البعيد قوي توشكا، والقوات المسلحة توفر الوسائل اللي ممكن تروح بيها. انا عايز اقول للناس في مصر وشبابنا بالذات، تعال بصوا شوفوا اللي بيتعمل بايدين اخواتكم على مساحة مصر بالكامل. احنا بنتكلم في حجم هائل من الاراضي، لما هتروحوا تشوفوه انتوا هتطمنوا اولا، وكمان مش هنسمح يا دكتور مصطفى ان حد يعني يعبث بعقول شبابنا يقول لهم ده كلام مش حقيقي ده معمول. لا، خدوا الناس، وانا يمكن كنت بتابع من كام يوم، خدوا جامعه اسوان ودوهم توشكا فقالوا الحاجات دي بتاعتكم ولا بتاعت حد تاني؟ يعني بتاعتكم يعني، خد بالك يا دكتور بتاعتكم ولا بتاعت لا دي بتاعتنا. المهم يعني عايز اقول ايه، يبقى اذا احنا علينا دور بعيد خالص عن اللي احنا بنعمله دوت، ان احنا نوري شبابنا وشاباتنا وحتى شباب ثانوي ناخدهم، وده برنامج نعمله مع بعض الحكومه مع بعض مع اجهزتها دكتور مصطفى والوزارات في المحافظات اللي فيها الشغل ده، تخش الناس الشباب يتفرج ويتفاعل ويشوف اللي بنعمله. نرجع بقى تاني، الثلاثة ونص مليون فدان دول انا عايز اقول يعني معالي وزير الزراعه يرد عليا، هل مصر خلال 30 سنه فاتت 40 سنه فاتت عملت برنامج لثلاثة ونص مليون فدان؟ لا صحيح، لا احنا بنتكلم بما يرضي الله والله، وما اقصدش بالكلمه دي اي حاجه، لكن انا بتكلم عشان اسجل ان عشان كده بقول ايه، خدوا الناس تشوف بقى عشان ما يقولش ايه انتوا بتقولوا لنا بيانات قدامنا هنا لكن احنا مش شايفين حاجه. وحتى لو انا جبت فيلم مره ولا مرتين ماشي، لكن في فرق ان انا اعمل تغطيه اعلاميه مناسبه وتغطيه بالزيارات الميدانيه لشبابنا وشاباتنا في المواقع دي. طيب احنا اتكلمنا على ان محطات معالجه ميه، وكلام ده انا قلته قبل كده ويمكن مره واتنين وبكرره تاني، انتوا عارفين ان انا عشان نعمل مشروع الدلتا الجديده ووسط سينا احنا بنتكلم على تجميع ميه صرف زراعي، كانت قبل كده بتلقى مثلا في المشروع بتاع شمال سينا ده او وسط سينا كانت بتلقى في بحيره المنزله، لا ومحطه المحسمه كانت بتلقى الميه في بحيره التمساح، اتعملت صحرات وصلت الميه شرق القناه في سينا، اتعملت محطه بحر البقر والمحسمه بطاقه تقريبا حوالي 6.5 مليون متر في اليوم، عشان الميه دي ناخدها بعد كده بمحطات رفع وبخطوط ميه ثانيه الى الاراضي التي يمكن زراعتها. اللي انا عايز اقول لكم ده وبسمعه لكل اللي بيسمعني، اوعى تفتكروا ان ده تكلفه اقتصاديه. تكلفه ايه؟ اقتصاديه. طيب احنا بنقول كده ليه؟ لان مثلا حد يقول طب يعني كان ممكن المطورين والمستثمرين يخشوا يعملوا ده، احنا نرحب بايه بقى؟ احنا عملنا مش كده؟ يجي تعالوا بقى، انا المشوار الكبير اللي كان هيكلفك مليارات الجنيهات يا دكتور مصطفى وده عبء ما اقدرش اطالبك بيه وما اقدرش كمان اراهن معاك بيه ان اقول لك خد وبعدين ما يتعملش، احنا عملنا كدوله وبقت الارض الزراعيه موجوده، لو النهارده مزارعين عايزين يخشوا يتعاقدوا على دول احنا ما عندناش مشكله. احنا بنتكلم على زراعه حديثه ونظم ري
حديثة. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني احنا انت قلت كلمة مهمة قوي لما قلت على موضوع الاستخدام الاقتصادي للسماد، ومش بس الاقتصاد، البيئي. صح. انا النهاردة لما هستخدم السماد بالكميات وبالاصناف المناسبة للطلب بتاع الزرع ده هيوفر اقتصاديا وهيوفر بيئيا، مش كده؟ صح. طيب ده مشروع وسط سيناء اللي احنا بنتكلم عليه. نيجي لمشروع الدلتا الجديدة، نفس الكلام، بنجمع مية صرف زراعي ويتم معالجتها معالجة ثلاثية. وعشان اجمع الكلام دوت وانا بقول الموضوع ده محتاج ينفق على تغطيته اعلاميا كويس. ليه بقى؟ انا عايز اقول لكم على المشروع بتاع الدلتا الجديدة ده. انتوا لو شفتوا محطات الرفع اللي بتتعمل، احنا بنتكلم في 30 محطة، واحد في الشمال 15 و15 في الجنوب يا دكتور مصطفى، وحد يصلح لي لو انا بقول رقم مش دقيق يعني، لكن كل محطة منهم عمل هندسي محترم بهدراته، بالطرمبات اللي هتتحط فيه، بالشغل اللي عشان اجمع مصرف عكس اتجاه الانحدار الطبيعي ولم المية دي كلها اللي كانت بتلقى في الحالة ديت في المكس، مش كده؟ واروح واخدها عامل لها معالجة. هي بالمناسبة هي كانت اتعالجت قبل كده وتم تدويرها قبل كده حتى، لكن احنا قلنا هندورها تاني ونعالجها معالجة ثلاثية متطورة تاني عشان نعمل ده. كل عمل هندسي واحد في محطة من محطات الرفع ديت بتشيل عشان تنقل مية 7.5 مليون متر في اليوم، دي محطات عملاقة كبيرة جدا، بتعمل جنب منها بنية أساسية ضخمة جدا للطاقة اللي هتشغلها كهرباء. يعني لما تيجي تتكلم مع وزارة الكهرباء في البرنامج بتاع تغطية المحطات ديت قد ايه بيتكلف، هتلاقي رقم كبير قوي. برضو بقول تاني، احنا بنتكلم هنا مش ب 10 مليار و20 و50 و70 ولا ب 100 ولا ب 150. وعشان كده بقول ان احنا محتاجين اعلاميا تغطيه اعلاميه حقيقيه لعمل، وانا مش بقوله يعني فضلا ولا منه من الدوله على الناس، ده شغلنا يا دكتور مصطفى، لكن من حق الناس انها تشوفه وتتعايش معه. تشوفوا ليه؟ لان اللي بتعمل يعني فضل كبير من ربنا قبل كل شيء، لكن والله والله ارقام ماليه هائله، ثم جهد عمل بيتبذل يفرح الناس ويطمنها على ان احنا متحركين عشان اوصل للاتنين واتنين من عشرة او حتى 2 مليون فدان يعني. فده انا بتكلم هنا في حاجه تانية خالص غير الكلام مع معالي وزير الزراعه على الرقم نفسه. انا بتكلم احنا عايزين نوري الكلام ده للناس كلها في مصر عشان تعرف ان في جهد كبير جدا وتكلفه كبيره جدا الدوله بتعملها عشان تحاول تقلل من فجوه الغذاء. فجوه الايه؟ الغذاء. لكن يظل النمو السكاني اللي انتوا اتكلمتوا عليه تحدي كبير. اذا هنا بنتكلم في 2 مليون فدان تقريبا، وهنا حوالي نص مليون فدان، يعني حوالي 2.5 مليون فدان. احنا بنتكلم على ان ده استخدام اعادة معالجة مياه صرف زراعي، معالجة ثلاثية بتكلفنا كتير عشان نحط بيها الارض ديت. ارجو ان احنا النقطة دي نغطيها في التغطية. يعني انا لقيت ان في ناس متطوعة، مش احنا، متطوعة عاملة منزلة على اليوتيوب مراحل من ديت. طبعا هم يعني ما اعرفش مين اللي عمل كده، لكن مشكورا يعني. طب اللي احنا بنعمل ايه؟ انا بتكلم لينا وللاعلام كله، دي نقطة. نقطة تانية، هات لي 11 على 26. ده اللي انا كنت بتكلم عليه، ان هو ده الميه اللي احنا بنتكلم عليها. ويمكن ده السؤال اللي هساله هنا في الشركه. انا عارف اجابته لان انا كنت الكلام ده اتكلمت فيه في الافتتاح اللي فات.
المياه اللي بتستخدم هنا، المياه اللي بتستخدم هنا مياه كميتها كبيرة جدا. طب بتيجي منين يا إيهاب؟ أنا هقول لك وأنت هتوافقني يعني، لكن قول يا إيهاب. من محطة تحلية يا فندم معمولة مخصوص للمجمع، كانت الطاقة بتاعت محطة تحلية للمرحلة الأولى 32,000 متر مكعب يوم، بعد كده اضافت التوسع فيها 16,000 متر مكعب يوم، وصل إجمالي 48,000 متر مكعب يوم للمجمعين مع بعض. يعني إحنا بنتكلم في 50,000 متر مية تمام يوميا بنجيبه من البحر، الأحمر. أيوة. وعبر مواسير تم مدها من هناك من المحطة حتى هنا. تمام. مش كده؟ تمام. ثم كمان هنا هو بيتعمل إعادة تدوير المية ديت أو للصرف الصناعي ده عشان يتم، ما يبقاش مؤذي للبيئة، وعشان تمام. يمكن استخدامه مرة تانية. تمام. مش كده يا إيهاب؟ تمام. أنا حبيت بس أكد النقطة دي معاكم. اتفضل يا إيهاب. شكرا. وطبعا برضو أنا شايف كنا دايما في كل مشروع زي كده بنتكلم بنقول ان البيئه ليها فقره تقول وتطمنا على ان هي رجعت الاشتراطات البيئيه المعمول بيها. فالدكتوره ياسمين من فضلك اتفضلي. شكرا فخامه الرئيس. تم المراجعه، عملنا دراسه تقييم الاثر البيئي مع الشركه وادينا الموافقه البيئيه في التوسعات كمان. في ثلاث حاجات عملناهم، ترشيد استخدام الطاقة، لما بنقلل الحرارة اللي بنستخدمها بيبقى في استهلاك أقل للطاقة، زي ما اللواء إيهاب اتكلم بنتكلم على إعادة تدوير المياه في دايرة مغلقة، فده بيرشد استخدام المياه، وبنضمن كمان المرة الثالثة إن المياه بيتم معالجتها. حتى في الفيلم لما كان في دخان بيطلع، الدخان ده مش مخالف للمعايير البيئية، دي عملية تنفيذ للشغل ده بجانب الرصد الذاتي اللي هم عاملينه وهيوصلوا على الشبكة القومية للجزء الصناعي في جهاز شؤون البيئة. شكرا سيادة الرئيس. شكرا. أرجع بقى تاني هنا في نقطة قالها معالي وزير الزراعة بأكد عليها، إن إحنا كحكومة اتفقنا يا دكتور مصطفى على إن إحنا هنعمل نعلن أسعار ضمان لأربع سلع ولا خمسة كده؟ القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس. طب الرز وقبل كده الرز وقبل كده القصب السكر والبنجر. لا خليني بس ايه يعني خليني اقول بطمن الناس عليهم، وارجو ان السعر برضو اللي احنا بنقوله ده الضمان معناه ايه الاول بس إيه؟ واكيد اخواننا اللي في الريف عارفين كده ان ده الحد الادنى اللي انا هدفعه. صح. لكن لو السعر العالمي عالي او اكتر هندفع اكتر، مش كده برضو؟ صح. يعني لو النهارده القمح بنقول تعاقدنا على رقم والرقم ده ضمان، بقول انا ده الحد الادنى اللي هاخد بيه منك القمح. طب زاد القمح في العالم هنشتري بالسعر اللي هو وقت الحصاد. وقت الحصاد مش كده؟ انا باكد بس على النقطه ديت لكل احنا قلنا القمح والذره وعباد الشمس وفول الصويا مش كده؟ الذره الرز خلص. خلي بالكم لاخواننا اللي في الريف، الارض اللي معاكم غاليه جدا 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 جدا، فانتوا استفيدوا منها احسن ما نهدرها في تعدي عليها او تبويرها يا جماعه. انتوا شايفين النهارده العالم كله عنده مشكله في الانتاج الزراعي والطلب بيزيد عشان النمو السكاني حتى في مصر يعني. فارجو ان احنا نخلي بالنا من الارض ديت ونخدم عليها عشان هي هتجيب خير كتير قوي خلال الفتره اللي جايه. اختم كلامي بان المصنع ده بالاسمدة اللي هينتجها انا بتكلم على 3.5 مليون فدان، منتظر يخشوا امتى؟ بالكتير نص السنه الجايه او اخر السنه الجايه، نص السنه الجايه او اخر السنه الجايه ان شاء الله. بنبذل جهد كبير جدا جدا عشان الرقم اللي بنتكلم عليه ده يتحقق يا اخر السنه دي يا اخر السنه الجايه بالكامل. انا بتكلم في 3.5 مليون فدان، وانا بقول للمصريين على حاجه انتوا تعودتوا معايا عليها ان شاء الله، بحاول اكون صادق وامين معاكم في كل كلمه اقولها، ما نوعدش بوعد ما نقدرش ننفذه. وعشان كده قلت ان احنا تاني وتالت التغطيه الاعلاميه للمشاريع ديت هتدي للناس احساس كبير جدا جدا بان ما يبقاش قلقانين قوي، رغم ان انا بتكلم في النمو السكاني خلال العشر سنين اللي فاتوا دول احنا بنتكلم على الاقل في 20 25 مليون. فلو ما كانش عندنا انتاج
يقلل حجم الطلب اللي بنجيبه من بره بقى، هنبقى تقريبا فاتوره الاستيراد بتاعتنا هائله وضخمه. شكرا.